السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عمر من قناة سي في ناين مدى. أول شيء خليني أتأكدني عم صور، عم صور تمام، ما بعرف شو عم صور أنا، تمام. المهم جيت لكم اليوم الفيديو الجديد اللي بدي أشرح لكم فيه على تفاصيل التحديث الجديد. طبعا أنا من النظرة الخارجية ما بتوقع في شيء حلو للبوس. بوس، قريت كلمة بوس هون. ما بتوقع في شيء حلو بالابديت. قبل ما نبلش بالفيديو، أول شيء بحب لكم إنه 55% منكم اللي عم تابعوا الفيديو ما لكم مشتركين بالقناة، وإذا كان عجبكم المحتوى يا ريت تشتركوا بالقناة، لأنه هاد شيء كتير حيدعمني وكتير حيدعم القناة وحيخليني استمر. تاني شيء بعتذر منكم تأخر انطباع الهجوم على عمالقة بقناة الأنمي، بس مشان هيك أنا كنت حاطت ووتر مارك قد الأردن، لأنه الفيديو اللي تبع انطباع الهجوم على عمالقة مرتين عملت له ري أبلود، والمرتين أخذ فيها كوبي رايت، المرتين اخذ فيها كوبي رايت. هلا حتلاقوا ووتر مارك بنص الشاشه لاني رجعت عملت على ايديت تالت، وخلص حاولت اني اعمل ايديت بحيث انه مستحيل ما ياخذوا كوبي رايت عليه. اتاك اون تايتن في مشكله كتير كبيره، انه هن الشركه كتير معرقه وبيصيدوا نكشه صغيره مشان يعطوك كوبي رايت عليه، مع انه انا نفس الووتر مارك كنت حاطه على ديمون سلاير ونزلت الحلقه وما اخذت عليها اي شيء، الحمد لله ان شاء الله ما باخذ عليها شيء. بس أتاك أون تايتن ما رضيوا، فبعتذر منكم على التأخير، بس فعلا فعلا عملت له أبلود مرتين والمرتين أخذ فيها كوبي رايت. المرة الثالثة إن شاء الله ينفع. وإذا مو مشتركين بهذيك القناة يا ريت تشتركوا. شكرا كتير لكم على الدعم اللي عم تعطوني إياه هنيك. الفيديو تبع ديمون سلاير مفجر تفجير، عم يجيب فيوهات أكثر من الفيديوهات تبع القناة هاي. ما راح أطول أكثر، ما بعرف شو فتت شغلات خارجية، خلينا نشوف الأبديت شو فيه. لا 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 بسم الله. أول شيء بيقول لك إيفنت بوس باتل جاينت هوك ريتيرنز. الجاينت هوك من الآخر صار عبارة عن روتين أسبوعي، البوس روتين أسبوعي، سواء كان هذا البوس ولا هذا البوس اللي أقسم بالله بيستفز بشكل مو طبيعي. خلال يوم ولا يومين بتخلص الشوب تبعه وبتقعد خلاص ما في شيء. بس بصراحة موضوع انه unlimited عدد المرات اللي فيك تلعبها هذا شيء كتير ممتاز ضافوا. احلى شيء اني انا رجعت فلست جيمات، مع انه ما عملت ولا ملتي، ولا ملتي زيادة، هي الثلاثين هي الملتي الفري، بس عم بشتري كمية ملابس مو طبيعية. على العموم ما اعرفش انا كتير اليوم فوت في فيديوهات جانبية او شروحات جانبية. المهم في عنا هوك باس، مو هوك باس، هوك باتل اللي هو اكسشين شوب، بيلك انه you can clear without daily limit regardless of difficulty, all four heroes will participate. يعني من الاخر انه حتفوت بتيم يكون في اربع شخصيات تيم تبعه. ما اعرف ايش كتير عم يعطوا تفاصيل عليها. خلينا نشوف الايفنت الثانية، New Year 2022 Fight Festival Boosting Event. شوفوا هالBoosting Event لنشوف شو بتعمل. نورمال بي في بي حنلعب 4v4 ممتاز. الرانك حيكون هاي الجوائز تبعه، وهاي الجوائز لما تفوز 15 مرة اول اسبوع بيكون هيك وتاني اسبوع بيكون هيك. بصراحة يعني شو بدي احكي. في شغلة تالتة، اكواير reward based on your fight festival. Festival 50% increase when you win during this event period. You will benefit from this event boost in addition to the consecutive win. The festival point gain increase will be applied up to platinum. يعني انت بتضل منطبع عليك ال 50% زيادة هاي بس لح تتوصل للبلاتينوم، بعدين ترجع بتاخد روارز عادية. يعني فعليا هاي مثل إلا للأشخاص اللي مبلشين جديد بيستفيدوا شوي منها. وبعدين في عنا الايفنت الزبالة هي، 60 واحد مبسوطين كتير على الابديت، 3 عم يبكوا من كتر مو حلو، 2 مصدومين من الروعة، 3 عاملين لايك على الفظاعة الهائلة، 1 عم يضحك على هدول اللي الاربعة اللي قبله، وهذا انا. على العموم هذا هو الابديت. منيح اني اساسا حكيت مقدمة قبل الفيديو، الفيديو يمكن ما يكمل 3 دقائق. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بالفيديو. انا ماني متوقع كتير من نت ماربل بصراحة بعد الابديت الجبار اللي اجانا باول السنة. خليهم يعطونا بريك شوي بصراحة، سواء كان من البانرات او من القصص. ما في داعي يعطونا بريك من الايفنتات او من الكونتنت، بيقدروا يعطونا ايفنت من بريك من البانرات، وبهالبريك فيكم تروحوا تشوفوا فيديوهاتي على قناة الانمي، كمان فكرة حلوة. وعلى فكرة
لحقوا حالكم، انا هلا عم بحفظ اسماء الاشخاص اللي عم يشتركوا معي بالقناه جديد. فعلا ان شاء الله ان شاء الله حوصل لمرحله يصير في كميه مشتركين حصير انسى، فلحقوا حالكم انا لساتني عم اتذكر. يلا نشوفكم على خير فيديوهات جاي جاني.